السلام عليكم البنات والميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد. هذا الفيديو هذا البنات بديتو معكم من المحل. جيت دابا البنات ناخذ شي حاجه. اليوم البنات انا معروضه للكوتي وغنديكم معايا ان شاء الله. السيده اللي عارضه عليا بغات تشارككم وصفات لي زوينه سهله واقتصاديه، بحكم ان عارفه المتتبعات ديالي كيعجبهم وصفات الكوتي الساهلين اقتصاديين، وعرضات عليا وهكا يا ما رداش ليها في وجهها. غنمشيو عندها البنات غتشارككم وصفات لي ساهلين واقتصاديين. ورفيت لي صورت معها السيده اللي صورت معها من وزان ناديه، كنت صورت معها الزيتون مشرمال والفول المنقوب، واحد الحلقه كانت زوينه مع واحد السيده الله يعمرها دار متوله وعجبتني بزاف بزاف. وهكا هي بغات تعرض عليا، قالت لي اجي عندي ونصور وانا وياك شي وصفات الكوتي المتتبعات ديالك وهذا، وما رداش لها في وجهها البنات. المهم انا غنمشي عندها دابا. دزت المحل صوبت البنات واحد البلاطو ديال الحلوى نديه في يديا، هانتوما صوبت البنات هذا البلاطو هذا نديه في يدي، فيه الفقاس غريبه. المهم من الحلويات اللي موجوده، كنت صراحه باغا نصوب شي كيك ولا شي حاجه نديها معايا. هكا هي في يدي الكوتي، ولكن هي باغا تصور معاكم هكا وصفات، قلت بلا ما المهم هي اصلا غتوجد هادشي باش غادي تشاركوا معاكم ان شاء الله. قلت هكا ندي غير بلاطو ديال الحلوى مشكل وصافي. المهم ما نطولش عليكم بالهضره، انا دابا غادي نخرج غنمشي عند ناديه ونشارك معكم هاد النهار هذا، خليكم معايا. المهم البنات انا وصلت عند اختي ناديه، ما شاء الله بعدا كندخل لدارها مبهجه والله العظيم وكترتاحي فيها. عندها واحد الجليسات سامبل ولكن غزالين، راه كل شيء البنات على التاويل، راه الحاجه قد ما كانت بسيطه ومتوله ومزينه كتبان زوينه. ياك اختي ناديه نهار كبير هذا والله الا ثاني مره غنجي. لا ربي يخليك، بالعكس ثاني مره غنجي عند اختي ناديه. الله يلا مرحبا بكم والله دار كبيره. مرحبا ربي يخليك وشكرا لكم والله العظيم، ومرحبا بالمشاهدين ديال كاملين ديك المره. ربي كلهم مرحبا بكم يخليك. ديك المره البنات فاش جيت صورت معها الحلقه ما طلعاتش، كنا درنا الزيتون مشرمل، هي بغات تشارككم باش معروفين في بلادهم بالزيتون بشي حويجات اللي معروفين بهم. بالحق الحلقه ما طلعتش وبغات اليوم تشارك معكم طبيله ديال كوتي اللي اقتصاديه وزوينه، لان هذا النوع من الفيديوهات كيعجبوكم وكيلقاو اقبال كبير عندكم. وتا هي بغات تشارككم طبيله الكوتي اليوم وعرضات عليا الكوتي. الله يكثر خيرك. المهم انا وصلت دابا عندها وان شاء الله نشارككم واحد الطبيله اللي زوينه بوصفات اللي عجبوكم ان شاء الله انا واختي ناديه. وغادي نوريكم هكا واحد الجوله تشوفوا البساطه والتاويل اللي في دارها. ما شاء الله عليها، انا بعدا عجبني وقلتها لها، قلت لها الدار مبهجه وكلها تبارك الله سراجم، واخا ماشي دارها البنات غا كاريه حتى هي بحالي البنات، راه باقا غا كاريه. الله يسهل عليها بشي دويره ان شاء الله، ولكن متولاها ومقاداها ودايره في واحد الكليسات زوينين. المهم ندور لكم الكاميرا ونوريكم. اختي انا غنبقى في المندي عندك تستقبليني بالحليب والتمر. مرحبا بك، وراه شتي كون الرسول عليه الصلاه والسلام تيقول لك الدار اللي ما فيهاش التمر ماليها جياع. مرحبا بك والف مرحبا والله العظيم. الى مرحبا مرحبا مسكينه في المنجي عندها كتستقبلني بالتمر والحليب. الله يكثر خيرك. معروفين المغاربه بالحليب والتمر، معروفين المغاربه بالجود والكرم. مرحبا بك والف مرحبا اختي سناء. الله يكثر خيرك. ربي ما بقيتيش برانيه دابا كبير هذا والله العظيم، ما بقيتي برانيه. ربي يخليك شكرا. هادي بعدا هادو جوج جليسات جايين لداخل هنا البنات، الصالون بلدي مغربي البساطه، ولكن عرفتوا البنات ما نقولش لكم واحد النقش هنايا. هاد المنظر ما شاء الله داير واحد تبارك الله عليه، تبارك الله عليه داير واحد النقش وداكشي غزال. انا النهار الاول اللي جيت كيسحب ليا البنات دارها وهي اللي دايره هاد النقش، قلت ليها غزال، قلت ليها هاد اللوينات مبهجين وكي كيريحوا والله الا كتشوفي الديكورات. وتي قالت لي لا راه ماشي داري، راني غير كاريه ومول الدار كانت هذه دارو ساكن فيها ديالو، وهكا مشى على برا وكراها ليهم. بالحق حتى هي ما شاء الله عليها، عرف لمن كرامت ولاها ونقيه ما شاء الله وكل شيء زوينه. انتم الصالون البنات ندير لكم هكا يا جوله تشوفوه، يعني البساطه وفي نفس الوقت داك الشيء نقي ومتول وزوين. تبارك الله عليك اختي ناديه. لا لا الله، ودي حتى اللوينات ديال الموكيطات اللي دايره ماشيين مع
مع الصالون. وهنايا عند تبارك الله الدار كبيره، الدار كبيره تبارك الله، عنده الدار كبيره حتى مالي انت بصراحه الله يعمر هذا. هاد الناس اللي هما واخا نقول عليهم ونشكرهم تنعيا ما غاديش نوفي لهم حقهم، يعني باينه باينه غير من الدار ما شاء الله كيفاش دايره ومخلينها لها ب يعني بهاد كلي ما يسخاش بحال الدار يكري يقول غيكرفصوا ليا عليها، ولكن بالحق عرف لما نكراها. شوفوا هنايا هاد الجليسه غير في الارض البنات بلا الخشب غير هكايا طلامط، ودايره هاد التويب هذا حتى هو سامبل، وعطى واحد الجليسه جات غزاله هكايا تشهل واحد يجلس في الارض. شتو البنات الجليسه في الارض جات غزاله وسامبل، تويبه البنات راه سامبل. شحال خديتي هاد التوبه اختي ناديه؟ خديتهم ب 700 ريال المتر. شو البنات ياك التوب رخيص وسامبل، والجليسه متوله ومقاده، ودارت لها الطبيله هذه بحال اللي عندي راهم كيتباعوا. الطبله هذه مصاوبه على الجليسه ديال الفوطويات ديال هنايا، هذه مازال عاد بغيت نصاوب هنايا الطبله، معناتها نجلسوا هنايا صافي رديتها هنايا وبغيت عاد نصاوب وحده اخرى هنايا الفوطويات. هذه الجليسه جاتها زوينه، هنايا هذه هي جليسه الفوطويات، كانت دايره لها ديك الطبيله البيضاء ومن بعد حولاتها لهاد الجليسه هذه اللي في الارض. حتى الفوطويات غزالين هادو، قالت لي البنات راه كان عندها فوطويات ديال الجلد وتقشروا ليها ياك تقشروا ولا دايرين بحال داك القشور ديال الحوت ومشداتهم عند الطابيسي وقاداتهم وغلفاتهم وجات واحد الجليسه غزاله تبارك الله عليك. اهم حاجه البنات راه ديما كنقولها لكم، راه ما جاتش التاويل بالغلا، راه بشي حوايج بساطين كيف ما شفتوا، والمهم هو النقا والتاويل هذا هو اللي مهم. الله يعطيك الصحه اختي اختي ناديه تبارك الله عليك. وهنايا وسط الدار دايره صاله مونجي، دار تبارك الله راه كبيره هنايا باش كيعجبك في تيفلس الديور كبار كبارين، وحتى الكرا رخيص بحال هذه في الرباط راه القليله واحد 80000 باش تكرا، انا كنت كاريه ب 60000 وصغار من هذه. هنايا البنات هذه بشحال قلتي لي كاريه؟ كاريه ب 34 34. شوفوا تبارك الله البنات الدار شحال كبيره، ثلاثه الصالونات، وعاد هنا المراح تبارك الله كبير، وعاد جوج بيوت والكوزينه ما شاء الله 34000 ريال، وانا ديالي راه كاريها غير ب 30000 ريال، يعني ما شاء الله. وعاد راه كاين اتساع، راه قدر التليفون ما يبينش ليكم ولكن راه ما شاء الله كاين اتساع. ايوا نمشيو ندخلوا دابا مع اختي ناديه الكوزينه ونشوفوا شي واد ديال الكوتي اللي غتشارك معاكم. وهنايا البنات الكوزينه ناديه راه ماجده المقادير اللي غتوجد بهم، غتشارك معنا واحد الحليوه ساهله دوزاتاي غزاله هكايا توجديها بالزربه وما كتشدش الوقت. قلت لها هادو هما الوصفات اللي كيعجبوا المتتبعات ديالي، وصفات ساهله اقتصاديه واللي كيوجدوا بالزربه. وي ما شاء الله عليها كما قلت لكم متوله غزاله تبارك الله دويرتها، وحتى هي بنات العشق ديالها راه هو المعن المعن والمطبخ هو كل شيء. اغلبيه الوقت ديالي راه في الكوزينه والله. مسكينه تبارك الله، شوفوا هنايا معذبه راسها هي دايره حتى كاين لا عذاب لا والو، مجده هنايا حليوات قالت قالت انت اللي وجدتي ما شاء الله البنات الله يكثر خيرك. مهم دويرتها غزاله، مازال غتشارك معكم بزاف د الحوايج ان شاء الله، راه قلتها ليها هكا تنوع لكم فيديوهات دير تاويل كيفاش غدير لكم جوله في المطبخ كل بلاصه وشنو دايره فيها، راه عندها شي بلايص اللي دايره فيهم شي حوايج هكايا ديري لهم جوله في المطبخ جوله في باش هكا تعطيكم افكار ونصائح كيفاش تنظموا المطبخ ديالكم. وهنايا غنصوروا معها ان شاء الله هذه الحليوه هذه اللي بالفرماج بالفرماج وكاوكاو كاكوات ديال انزينو بي شنو هنايا المقادير؟ بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا عندنا هنايا ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق فورس، وعندنا هنايا كاس ونص ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا كاس ونص ديال الزيت، وعندي كاس ديال مايزينا يعني ديال النشا، وعندي هنايا علبه ديال الزبده راهو هذه الزبده، وحط القبيصات الملحه، وعندنا هنايا واحد الفاني وواحد خنيشه ديال الكاكاو، وعندي ربعة الحبات ديال الفرماج. هذا الدقيق هذا اختي سناء غادي ملي غادي نخلط هذه العجينه غادي نقسمها على جوج، نص غادي نزيد فيه الكاكاو ونص غادي نزيد فيه جوج معالق ديال الدقيق نخليها خفيفه خفيفه صافي، والكاكاو غادي نزينو به ان شاء الله ان شاء الله.
هنايا هادو مقادير ديال شي حاجه شي وصفه اخرى. هذه تنحطها معاهم ان شاء الله. ان شاء الله تنحطها معاهم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله الا بقينا في الحياه ان شاء الله. يا صافي هنايا اول حاجه غادي نديرو الزبده. هنا واحد المعلقه اختزال الزبده يكونوا جابتينها من قبل تكون على برا تكون رطبه حراره ما تخليناش نتعذبكمش في الخدمه. الحليوه راه كتوجد دغيا دغيا بالزربه. ساهله دغيا بالزربه تتعمل معاك هي البنيدات الفطور الصباح كوكتيل المدرسه. صافي وغادي نزيدو عليها السكر كلاصي كاس كاس ونص كاس ونص كاس ونص ديال السكر كلاصي حيت هاد الحلوه اختي سناء الا ما كانش السكر كلاصي ضروري السكر كلاصي فيها ضروري ما تجيش بسكر سنيده. اللي ما عندوش السكر كلاصي ما متوفرش عنده يشد السكر كلاصي داك السكر سنيده ويطحنو يطحنو مزيان في المونينيك صافي ويستعمل. صافي وغادي نخدمو هاد الزبدة هاد السكر كلاصي مزيان. كندخلي الزبدة في مع السكر كلاصي مزيان بحال هكا. غادي نزيدو هاد الفرماجات كديرهم مع الزبدة. الفرماج غيعطيها مذاق زوين تزيد هما يمكن لهم ما يديروش ولكن هو تيعطيها واحد البنه زوينه هاد الفرماج. ضروري البنات ديروا الحليوه كيف ما هي وتجيكم نفس المذاق. تجي زوينه تعطيها واحد البنه زوينه هاد الفرماج. راه اقتصادي هاد الحلوه ما فيهاش ما شي حاجه كثيره ما فيهاش حتى شي حاجه كثيره. نزيدوا هاد القبيصه ديال الملح اللي ضروريه في الحلوه ضروري باش كتوازن النكهات. صافي غادي نخدمو هاد الفرماج مع هاد الزبدة الفاني ديري هدا غادي نديرها حتى هي. صافي غادي نزيدو هاد الفانيا غادي نزيدو الزيت كاس ونص ديال الزيت صافي وغادي نخدم هاد الشي مزيان ندخلو في بلا بيض. لا ما فيهاش البيض وما فيهاش الخمير تجيكم زوينة البنات بلا بيض. كاين اللي عنده حساسية من البيض كتبغي حليوة كاين بزاف الناس اللي عندهم حساسية مع البيض ما تيبغيوش يديرو البيض. ما التكوير اقتصاديه زوينه ما فيهاش يعني كاع المقادير ديال اكثريه المقادير كاين في الزيت كاين في الدار الدقيق كاين في الدار الفرماج راه كاين في الدار. دابا تبارك الله ما كاين شي واحد اللي ما عندوش فرماج في الدار. داكشي اللي كاين. صافي غادي نخدمو هادشي مزيان حتى يدخل لينا هاد الزيت وهاد هذا مع بعضياته ينسجم. هنايا البنات بعد ما خدمت صافي غنبداو نضيفو الدقيق. الدقيق هنايا عابرة جوج كيسان لا ثلاثة الكيسان ديال الدقيق ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق في الوسط الدقيق وواحد ديال النشا مايزينا حيت هي الحلوة ديال البوق تبغي تكون خفيفة شوية يعني ما تكونش كتخرجها بالبوق. صافي ديري هكاك و حنا نقاوب المعلقه الله نزيدو هاد الكاس ديال النشا النشا
صافي كتدخلوا الطحين في الخليط وما كديكوش هكا غير كتجمعوا العجينه وصافي. المهم هنايا البنات خلطت بان لي راه الخليط باقي خفيف يعني على حسب الدقيق، يعني كاين الدقيق اللي تيشرب كاين اللي لا. غادي نزيد هنايا عندي كاس غادي نزيد نخلط معاكم بحال هكا، حيت كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. المهم هي البنات غتوريكم كيفاش خاصها تكون، جاتها باقا خفيفه بزاف، باقا خفيفه شويه. غنزيد تقريبا شي نص كاس، دابا تقريبا ندخل فيها كاس، غنزيد كاس يعني بحال بحال ربع ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي هنايا الخليط ديالنا غادي نقسموه على جوج بحال هكا، نحيدو النص خليط كيف ما شفتو هنا راه باقي خفيف. غادي نزيدو هنا غادي نزيدو هنا هنايا تعبر جوج معلقات وتشوف حيت نص غنديرو ليه الكاكاو ونص هذا نزيدو غير الدقيق. الحلوه ديال البقره تتكون بقى خفيفه شويه يعني ما تكونش قاسحه. غادي نجمع عليكم وصافي. ها انتم البنات دابا جوج معالق ديال الطحين صافي وكتجمعها هي راه تتبقى خفيفه شويه باش تخرج لينا من البوق وباش كتجي حتى هشيشه. تجي هشيشه راه كتجي ما كتجيش هكا يا هشيشه كتدوب في الفم كتجي قاسحه. هادي راه تجي هشيشه اختي سناء صافي كتجمعها هكا صافي. وغادي نجمعها وغادي النص الاخر غادي نحطو هنايا غادي نزولها نحطها هنا وغادي نزيد هاد النص هذا غادي نزيدو جوج صاشي ديال الكاكاو بغاوش يديرو هذا راه يديرو ديال العبار ماشي مشكل. مهم ديرو جوج معلقات كبار ديال الكاكاو ديال الكاكاو صافي حتى هما كتدخلوهم ف ندخلوهم صافي بحال هكايا. تجي لينا رطبة هانتي كيف تجي رطبة دائما الدقيق راه تيبقى على حسب الدقيق تيبقى على حسب الخليط حيت كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نشكلوه. دابا اختي سناء غادي نشدو بحال هكا شويه من هاد العجينه هادي اللي درنا فيها الكاكاو بحال هكا غندير ليها بحال هكذا وغادي نشد شويه من هاد البيضه حتى هي غندير ليها نفس الطريقه بحال هكا وغادي ندير وحده فوق وحده بحال هكا وغادي نديرهم في هاد البوق هذا. هذا راه كلشي عنده موجود موجودي اي ساهله ساهله عند داك اللي كيبيعوا له الحلويات تطلع صافي ونديروا بحال هكا ها انت كيف تخرج كتخرج غزاله الشكل ديالها صافي بحال هكا تنبقاو غادي معاه بحال هكا حتى تشدوا شي كوكاو بحال هكا هاد الحمر هاد الصغيور باي حاجه بغاو يمتوا داك الكوكاو كيتواتى مع المذاق ديال الفرماج تيجي زوين صافي وتنديروها بحال هكا كوكاو خضر ما طايب لا خضر هو اصلا غيطيب مع الحلوى تدخل تحمر من الفوق حتى هو تجي الحلوى عرفتي كيف تجي تذوب صافي بحال هكذا غزاله صافي انا غنستمر نكملوا المنظر ديالها تجي غزاله زوينه هكا يا تعاود معكم شي وحيده باش تشوفوا الشكل ديالها راه كيجي غزال البنات غير جربوها وسهله انا جاتني سهله وما كتشدش حتى الوقت سهله وما تتشدش الوقت غير في بلاصه توجدها صافي تنديروا بحال هكايا ناخذ شويه العجينه البيضاء عجينه شتو البنات مرخوفه مرخوفه حيت باش تخرج دغيا من البوق صافي تنديروا وحده فوق وحده بحال هكا صافي وتنديروها بحال هكا في البوق صافي وتنستمروا بحال هكا هانتي هي البنات راه ما فيها لا خميره لا والو راه ما فيهاش ما خافوش تلاصق ولا
عارفه كيجي واحد اللوين فيها غزال هكا كتجي زوين كيجي اللون ديالها كيحمق صافي وديروا كاوكاو من الفوق ولا تقدروا نتوما ديروا هذوك سوريزه الفواكه الجافه المعسله اللي كيكونوا صغيور المربعات صغار ديروهم في الالوان حتى هما كيجيو زوينين صافي البنات بنفس الطريقه غادي تستمر تستمروا بحال هكا صافي وغندخليها للفران صافي غندخليها للفران تشعل عليها غير من تحت من الفران ما تكونش العافيه مجهده متوسطه صافي وتندخلوا الحلوه ديالنا طيب من التحت تنشوفوا راه طابت لي من التحت نعطيوها شويه تحمر من الفوق ما تخليوهاش تحمر بزاف من الفوق غير شويه غير تصفر شي شويه بحال هكا حتى تبقى في اللون ديالها هي ملي تطيب تبقى في اللون ديالها بحال هكا صافي البنات صافي وتنخرجوا تكملها تدخلها الفران سخون على عافيه هكا متوسطه ما تكونش مجهده متوسطه ما ناقصه ما مجهده صافي حتى كطيب من التحت وغتهبطها هكا يذهب ليها الوجه ديالها وتخرجها صافي ونوريكم الشكل ديالها النهائي ان شاء الله مهم البنات ها هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا جا الشكل ديالهم كيحمق جا فيهم واحد المنظر اللي زوين والمذاق ما نقولش لكم راكم عارفين البنات المذاق ديال الفرماج مع كاوكاو كيجي زوين بزاف غير جربوهم ساهلين واقتصادية اختصانة يعني ما تطلبش شي مقادير كثيرة ولا شي حاجة وتتوجد دغيا تتوجد في ساعه عرفتوا البنات هادو الكوتي لوليداتكم هكا في الصباح يجيو فن وين او الضيوف يعني دغيا تتوجد ضيوف دغيا كتوجد ولا هكا دوازاتاي كتجي زوينه نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحلوه ديال اختي ناديه وخليوا ليها لايك وغتلقاو ان شاء الله القناه ديالها في صندوق الوصف راه غتشارك معكم حتى هي واحد الكيك اللي وجدات ودابا غنشاركوا معكم ان شاء الله بصحه وراحه نشوفوا ان شاء الله حتى هو باين كيشهي بصحة وراحة نعطيك الصحة هاي البنات الطبيلة ديال الكوتي اللي وجدات لينا اختي نادية غزالة تبارك الله كتشهي أما الله يعطيك الصحة أما البنات هاد الحليوات والله العظيم إلا جاو واعرين وكيدوبو في الفم واحد المذاق ديال الفرماج جا فيهم كيحمق غير جربوهم على حسابي جا المذاق ديالهم واعر شاركتهم معكم في الكوزينة كانت الإضاءة مزيانة وهاد الكيكة هادي حتى هي زوينة اقتصادية راه شاركتها معكم صوراتها نادية عندها غتلقاوها في القناة ديالها وقناتها غتلقاوها تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف وهاد الكاليط هادو مازال ان شاء الله تشاركهم معاكم وتبارك الله في اي دار مغربية الكوتي ضروري نحطو هاد الفرماج الزيت الكوفيتير والحلوة الله يكثر خيرك شكرا بزاف كنتمنى ان شاء الله البنات تدخلوا عندها وتشجعوها كتستاهل وعندها ما تعطينا ان شاء الله وكتعطي يعني داكشي متقون وزوين تبارك الله عليها وشكرا لكم حتى نتوما البنات على حسن المتابعه ديالكم وعلى تشجيعاتكم ديما لينا كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطبيله ديال اختي ناديه وتكونوا استفدتوا من ان شاء الله منها وديروا هاد الحليوات تجربوهم كيجيو واعرين بزاف وهنا غيسالي الفيديو ديالنا معكم غنقول لكم شكرا لكم وعلى حسن المتابعه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي